السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. انا اليوم جيت نوجد ان شاء الله رفيصه بطريقه مبسطه ديال المبتدئات بـ 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 باشياء تكون موجوده عندنا في الدار، اللي من تنفيقوا الصباح ديال الحد ولا السبت وتشهاوها نقدروا نطيبوها باسرع طريقه ان شاء الله. دونك عندي هنايا لتحضير العجين، عندي هنا جوج ديال الزلايف ديال دقيق القمح، دونك الفينو الرقيق جدا، هذاك السميد الناعم جدا، وزلافه واحده ديال الدقيق الابيض. دونك معاهم غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الملحه، واحد قبيصه ديال الخميره ديال الخبز، واحد نص معلقه ديال السنيده، واحد معلقه ديال زيت المائده. دونك هادشي كله غادي يتعجن بالماء البارد، نعجنوه مزيان. اللي عنده العجانه يقدر يستعملها، سينو انا غادي نعجنو بيدي ونتلاقاو باش نوريكم التتمه ديال الوصفه ان شاء الله. باش نصبوا ان شاء الله هاد المرق ديالنا، انا هنا عندي 4 الفخوطه ديال الدجاج، دونك اللي عنده فروج يديرو، اللي عنده نص على حساب الكميه وعلى حساب ان شاء الله شكون اللي كاين معكم غادي ياكلوها. عندي هنا جوج ديال البصيلات، عندي هنايا نص زلافه ديال العدس اللي مفزك، عندي هنا واحد معلقه كبيره ديال الحلبه. نورمالمون خصو يكون هنايا الربع مقبط، انا ما عنديش، وانا ما كاينش عندي شي حدا معايا غير وليداتي، دونك غادي ندير هذا عندي في الكونجيلاتور مقطع. عندي هنا واحد نص كاس ديال زيت البلديه، شويه المليحه، معلقه ديال صغيره ديال سكنجبير، واحد نص معلقه البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، واحد 4 ديال الريوس ديال الثومه، واحد معلقه ديال مطيشه الحك. هانتوما البنات، ها هو يا دابا الدجاج ديالي تيتسلى مع ديك البصلة مع ديك العقلية، كل هاد الكار الثومة الكزبور والمعدنوس بيان سيغ، كلشي كيما قلتليكم اللي بغا تزيد مصاحن تزيدهم، حتى القرفة اللي بغا تزيد واحد نص معلقة صغيرة ديال القرفة ولا شي حاجة. المهم أنا كنبغي الدجاج ديالي فغيمو يتسلى فهادشي مزيان، باش من بعد غادي نزيدو العديسه ديالنا. دونك غادي نزيدوها كلها، وغادي نزيد الحلبه، غادي نزيد الحلبه، وغادي نمرق دكو، غادي نمرق هادشي. و ها هما الرفاس ديالي، ها هما طلقتهم هنايا باش كومسا نبدا شويه نخليهم يسرحوا، غادي نغطيهم ونخليهم يسرحوا باش نبداو نطلقهم. ها هي المرقه ديالي من بعد ما مرقتها، انا من بعد ما مرقت المرقه ديالي دونك درت واحد ديال التربيز اللي بعد ما غادي نخليها طيب، غادي نغطيها ونطلقها باش نشوفو الشكل ديالها ان شاء الله. من بعد غير شويه ديال الزيت، ما تنكثروش، رفيصه ما تبغيش ليدام سينو غادي ضرنا، وصافي نبقاو غاديين هكا. رشه خفيفه ونطويل، نبداو نطيبو فيهم. دونك حنايا غادي نطلقوها فحال هكا المسمنه، مرقوهاش بزاف، نهزوها ونجيبوها للمقلي بلا زيت بلا والو. هاد الكميه كلها ديال الطحين خصنا ما نفوتوش فيها واحد نص كاس ديال الزيت باش نصايبو هاد الرغيفات كاملين. انا درت معاكم وحده انتما شوفوا كيفاش شاد تنفخ، راها منفوخة صافي. كنت توصل لهاد القوام هدا غادي نحيدوه، دونك باش تعرفو راها منفوخة، دونك غادي نحيدوها ونحطو وحداخرا. دونك أنا بديت تندريسي في الطبسيل ديالي، وكيما تتشوفو عندي هنا واحد شوية اللوز، واحد شوية الشريحات، واحد جوج بيضات، معنديش البيض ديال السمان، واحد التميرة تا هومايا غسلتهم ومسحتهم، وغنبقى تطبسيه ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي. ها هانتوما البنات، ها انايا
سقيت الدهوسة ديالي ولا رفيسة، كل واحد شنو تيقول ليها، وزوقتها بالتمر وبالشريحة وبالبيض التواق تاعتو على ربعة، وزوقتها بيه وبالصحة والراحة. إلى عجبكم الفيديو عطيونا لي لايك، شجعونا بلي لايك إن شاء الله، وتابوناو بلاشين باش إن شاء الله تشجعونا نديرو حوايج أخرى إن شاء الله. بالصحة والراحة وعواشركم مبروكة.